عين أميناس وهانت ودحرير. في طريقك إلى عمق الصحراء الجزائرية ينتابك إحساس بالدهشة والروعة في نفس الوقت. إبداع الخالق في كل هذه اللوحات الطبيعية يفرض عليك الوقوف متأملا. تلك الكثبان المرصوفة، الرمال المنثورة، وأشجار النخيل الباسقة الجوادة بالظل. كل هذا الجمال هو في الجنوب الشرقي لقارة الجزائر. نعم، قارة الجزائر. ثم تصل إلى جانيت التابعة إقليميا إلى ولاية إليزي، والتي تبعد عن العاصمة الجزائر ب2300 كيلومتر. جانيت كما يوحي لفظ اسمها هي حقا أكثر من جنة واحدة، هي جنات، حتى وإن كان اسمها مستمدا من اللهجة التارجية ومعناه حط الرحال، فذلك أيضا معبر جدا عنها، فإن وصلت إليها ستكون مجبرا على حط الرحال، خاصة لو صادف مجيئك يوم عاشوراء. عاشوراء في جانيت موسم يحتفل به من قبل بعثة آخر الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ما يدل على اهتداء أهلنا هناك إلى التوحيد قبل الإسلام. المهم ديروا هارا لاغور الجماعة والسبيبة لا سين ديروا غادي بزاف باش تلبسن لا غلاينا وتاعي هذا ثم زلا غزر وانا لفا هذا الطلن يزر وانا ونازل ان شاء الله باش تلبسن نازل وانا خلاص وانا عاشوراء يماني وان شاء الله بربي هذا يهضوا مقرن. التوارق يحتفلون في عاشوراء بنصر نبي الله موسى عليه السلام على فرعون، ولكن بطريقتهم الخاصة. التحضيرات وتمارين العرض تستمر من أول محرم إلى غاية ثامنه. وفي اليوم التاسع يحظى المشاركون باستراحة محارب قبل يوم من العرض أمام الجمهور. Thank you.
تتكون من عدة أحياء أهمها حيي زلواز والمهان اللذان يشكلان طرفا الاحتفال بعاشوراء فيما يعرف بالسبيبة. السبيبة مهرجان متكامل العناصر، عريق الوجود، دقيق التنظيم، يلبس المشاركون فيه قطعا معينة من الأزياء المخصصة لهذه المناسبة يتم تحضيرها مسبقا، توحي بالأصالة والفروسية والجمال. طبعا سبيبة هو يعني هذا اليوم اللي يفرحوا به يعني ناس جانت يعني بارتو، ناس قاعة كاملين يفرحوا به يعني باستنصار سيدنا موسى على جيوش فرعون، واللي كان يعني عدو الإسلام وعدو الله وعدو الدين كامل. يعني هذا اليوم يتلاقوا الناس هنا ويفرحوا بهذا النهار. في مهرجان السبيبة الدعوة عامة للجميع سواء جزائريين أو من كل أنحاء العالم، ويرجع تاريخ الاحتفال بها إلى عداوة قديمة كانت بين القبيلتين زالت بفضل ذكاء وجنوح أهلها إلى السلم، وتحولت احتفالا فولكلوريا يوم عاشوراء بما عقده الأجداد من صلح. يختار شيوخ القبائل المشاركين في المهرجان الذي يكون التنافس فيه بين زلواز والمهان في مجال الأزياء والموسيقى والرقص الشعبي والمبارزة. يرتدي المشاركون في هذه الفعاليات أزياء رسمية تسمى تاكامست ونعالا تسمى تامبا، يحملون في يد سيفا وفي اليد الأخرى منديلا، بينما تصاحبهم النسوة بإيقاعات موسيقية على الطبل تسمى غانغا وأغاني تراثية تدعى سيوان. تختتم المنافسة بوصول أمغارن وهم شيوخ القبائل وحكماؤها. كما تجمع أصوات كل الحاضرين حول أجمل العروض لتقدم في الأخير النتائج التي تسفر عن الفائزين. يبقى الاحتفال بعاشوراء مناسبة دينية تجمعنا في لمة أصيلة رائعة كل مرة، والأروع من ذلك أنها بجنات الساحرة.